يا مت بحلمه وغاره ما انتبهت الا قدك تفتر معها في الحضيره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدا وعلى بركه الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. التواصل من هنا من ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن انطلاقة مهرجان المؤسس طيب الله ثراه، حيث نتابع معكم منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ السعادة في صباح هذا اليوم، ومع انطلاقات سن اللقاية ينطلق مشاهدينا الكرام متابعين الأعزاء ثامن الأشواط الذي يحمل منافسات القعدان على مدار 5 كيلومترات. لنتابع هذه الانطلاقة وجديد هذا الشوط إلى خط النهاية، نسير مع هذه الأسماء المتقدمة ومع المركز الأول مباشرة إلى صدارة هذا الشوط. هذا أول الزام، من يتقدم مع المركز الأول بشعار هجن أم الزبار وضمره جابر بن علي النجم المري، من يقدم لنا الزام على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما نقله إلى المركز الثاني لنتابع التواجد من مولع اللي خذ المركز الثاني في هذه اللحظات، يحمل لشعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان وضمره الصادق فضل الأمين، من يتابع هذا الشعار الحاضر هنا في صباح هذا اليوم على أرضية ميدان الشحانية ميدان التحدي. بينما ننتقل إلى المركز الثالث ومن عمق الميدان نشاهد التقدم من مشهد في هذه اللحظات، وهذا هو النحاوي القادم بشعار هجن المرقاب علي بن سالم بن حمد المالكي، من يتابع في عملية التضمير وغير إلى المركز الثاني، بينما في ثالث المراكز شوف الاسم القادم وصل في هذه اللحظات، غملاس يحمل لشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم لنا هذا الاسم وينطلق مع المركز الثالث. بينما في رابع المراكز مشاهدينا الكرام نتابع التواجد من البصير القادم في هذه اللحظات من هجن أم الزبار سعد بن سالم بن حمد الهول النعيمي، يقدم لنا البصير هنا في المتابعة مع شعار هجن أم الزبار على المركز الرابع والمركز الخامس. يا سلام على الوصول اللي شاهده مع ريان القادم بشعار هجن أم الزبار حمد بن سالم بن زاهرة، من يتابع في عملية التضمير. هذه نتيجتنا والأسماء الخمسة الأولى المتقدمة، بينما نشاهد معكم أيضا أسماء حاضرة ومشاركة ومنطلقة خلف الفايف ستار تسير في هذا المسار التنافس الجميل على مدار 5 كيلومترات. الله الله الله، سن اللقاية في صباح هذا اليوم مع هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في هذا المهرجان السنوي الكبير مهرجان المؤسس. لنتابع هذه التحديات الكبيرة في عالم الأصالة، العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى البداية والمقدمة. مشاهدين الكرام لزام على مقدمة هذا الشوط من هجن أم الزبار جابر بن علي النجم المري، من يتابع لزام على مقدمة الشوط يسير بالتحديات الأولى، يتقدم هناك مع مركز القمة مع الموقع المميز مقدمة هذا الشوط والصدارة، بينما في المركز الثاني الملاحقة اللي شاهدها من شعار هجن المرقاب الحاضر مع النحا القادم هنا بشعار هجن المرقاب علي بن سالم المالكي، من يتابع هذا الاسم يتابع التحركات الجميلة من لزام بشعار هجن المرقاب. بينما في المركز الثالث القادم مغري في هذه اللحظات من هجن أم الزبار فاران بن محمد بن قريع المري، يتابع في عملية التضمير ولكن ارصد الاسم القادم وصل مشهد في هذه اللحظة في اول ندى بشعار هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، من يقدم لنا مشهد على المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس. شوف التقدم، شوف الأسماء الحاضرة، تابع الشعارات القادمة في هذه اللحظات، يأتي الوصول والتقدم من ريان مع المركز الخامس بشعار هجن أم الزبار حمد بن سالم بن زاهرة، ولكن شوف الاسم الواصل أيضا وصل محلل من أجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران وينضم
الرام ايضا في هذه اللحظات غملاس من هجن الشحانية بقيادة المشاغب، ولكن العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى المركز الاول الى الثنائي الجميل بين شعار هجن يوم الزبار وشعار هجن المرقاب في منافسة ثنائية جميلة. غادرنا لوحة 1200 باتجاه الكيلو متر الاخير، نسير في التحديات النهائية من عمر هذا الشوط. الله، هذه بوابة الانتصارات، بوابة الكيلو متر الاخير، الالف المثير الذي يحمل التنافس هنا الى خط النهاية، ولكن المقدمة الصدارة شعار هجن المرقاب غير الامور من خلال تقدم النحاوي. النحاوي غير في هذه اللحظات وانتزع المركز الاول، يحمل لشعار هجن المرقاب، يتابع في عملية التضمير علي بن سالم بن حمد المالكي، والمركز الثاني لزام، ثالث المراكز ياتي الهجوم من مغري على المركز الثالث والمركز الرابع، التواجد من مشهد بشعار هجن ام الزبار، ولكن العودة الى مقدمة الشوط الى المركز الاول الى الصدارة الى هنا تحديات القمة. الله الله الله، شعار هجن المرقاب بدأ يطير بناموس هذا الشوط، ولكن الخطر القادم، خطر قادم من مغري على المركز الثاني، في هجوم قوي في اللحظات الاخيرة ما بين الاسمين، الناموس حاير طاير ما بين نحاوي وما بين مغري. مغري مغري غير في هذه اللحظات، بدأ ينتزع المركز الاول بشعار هجن يوم الزبار، فاران بن محمد بن قريع يتابع هذا التقدم الجميل بهذا الحضور المشرف مع شعار هجن يوم الزبار، يقدم لنا تحديات مغري في اللحظات الأخيرة في الأمتار الذهبية بعرض مميز ونهاية جميلة نشاهدها من خلال هذه اللحظات. سلام 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 إلى مؤسسة هجن يوم الزبار، وشكرا لمضمر فاران بن محمد بن قريع المري الذي قدم لنا هذا التحدي المميز مع انطلاقة مغري، بينما ثاني المراكز وصل النحاوي بشعار هجن المرقابة مع علي بن سالم بن حمد المالكي المركز الثالث، وصول من لزام لي بشعار هجن أم الزبار جابر بن علي النجم المري والمركز الرابع. المركز الرابع مشاهدين الكرام كان الوصول من مشهد بشعار هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، والمركز الخامس، المركز الخامس كان من نصيب حاير من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. تابعنا هذا الشوط، ولكن شعار هجن أم الزبار تصدر في اللحظات الأخيرة بعرض مميز وجميل. التوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط نهاية توقيت مغري قاطع مسافة 5 كيلومتر في توقيت مقداره 7:34:26 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس لهجن أم الزبار، التهنئة موصولة لمضمر فاران بن محمد بن قريع المري الذي قدم مغري في هذا الشوط، بينما من وصل النحاوي في المركز الثاني، وتوقيت النحاوي هو 7:36:48. تهانينا والناموس لهجن المرقاب، والتهنئة لعلي بن سالم المالكي، بينما ثالث المراكز من وصل لزام مع المركز الثالث بشعار هجن أم الزبار، توقيته 7:43:70. تهانينا لهجن أم الزبار ولجابر بن علي النجم المري.